كيسلم على لو بونكيش ديال الشباب القبائل محمد فخير. انت مبروك على راديو مارس اولا لقاء من بعد برشلونة. كيفاش شفتي المباراة؟ كنظن المباراة كانت مستوى عالي، جوج فرق قويان كانت نيتية. للاسف كان عندنا فرص تسجيل كبيرة اللي ما استغنيناهمش، ولكن تلقينا هدف على صعيد ضربة ثابتة، ما كانش الماركاج كيف هو. ولكن على العموم كنظن اننا قدمنا مقابلة كبيرة، ولكن ما كانش اللي كان سلبي فيه هو عدم الفعالية. شفنا الشوط الاول كان مرتفع الايقاع، كنشوفوا بان اللقاءات الوديه كنعرفوا بان كتبغي اكثر تشوف لاعبين، واش ما كتشوفش ان تغيير بعض اللاعبين سبعه ولا ثلاث تعود كيهرس الريتم ديال المباراه؟ خصوصا زعما كل واحد تعطيه الحدود ديالو، باش كل واحد ينال الحدود ديالو قبل ما تبدا البطوله. حنا بعد البطوله وكل واحد واللاعبين الاغلبيه 60% ديال اللاعبين جدد، فكنظن انهم خصهم ينتجموا فيما بينهم ونشوفهم على المؤهلات ديالهم وسالي امتى سالي فين كان النيفو وحصل التجانس بيناتهم. شكرا محمد فخير، كنت معنا مباشرة على راديو مارس. إذن حميد